Bon, à la balle, blé, tout ce qui se passe par rapport aux activistes algériens. D'ailleurs, il y a une le Maroc, alors la pire. Ma qadrouch yikhdmou ma France, ou l'Amérique, ou l'Anglais, ou Israël, yikhdmou direct ma le Maroc. Allah yibarak. Ou kanou dhabat fil djish, zahma, ou sahafiyin. Allah yibarak. Bon. واحد اخر يخدم مع السعوديه صحه صحه. المهم ما على باليش انا كيفاش الناس هذو يقدروا يسمعوهم لي زالجيريان، يا لي زالجيريان محشيت لهم طنوها يا يسمعوا التقرعيش بو امبورت. وما نحكيش على رشاد وصحابها هذاك حمار دي زاد هذوك ما جابهم مداح في قصيده. قلت محمد سيس بركه من التخلاط في الساحل في النيجر وفي شمال مالي. قلت لكم باللي يحبوا يخلقوا لنا منطقه تحرريه في جنوب الجزائر باش هما تاني يعود عندهم الصحراء الغربيه في جنوب الجزائر عندنا حنا، صدير حنا نساندوا البوليزاريو هما يساندوا بعض الحركات. كريم بوبا انت واش حاسب روحك سوبريميك برك ما نجاوبكش. قلت له بركه من التخلاط تي فال بيي تري تري شير. بون المخابرات المغربيه وهذا في حقها داروا خدمه شابه مع بعض الحركات الارهابيه في شمال مالي وبدات تبان البوادر نتاعها لانه وقعوا لنا ضحايا في تيمياوين. اولا نطلب من وزاره الدفاع الوطني حبس يا رب الكذب، الا كان تحبي غدوه الشعب يكون معك ديجا. حتمنا الجزائر دوك الجزائر في خطر. علاه عندنا حزب انفصالي في الشمال حابين يخلقوا لنا حزب انفصالي في الجنوب. دونك هذا الديبي. لما نشوف توزيع الأسلحة في الساحل من مشكلة ليبيا ومن قبلها السودان، لأن السودان كذلك في الحروب القبلية تاعو دخل سلاح بزاف، والسلاح هذا مشى عبر التوارق اكسترا. بون جو با رونتري دون لي ديتاي. وحنا عندنا نظام ضعيف، نظام سياسي ضعيف، لانه القيادة السياسية حاليا في الجزائر لو ريجيم الجيريان سي ان ريجيم تري فابل. من قبل صافي دي زاني كان امن من الجنوب غير في ضربة الارهاب، وكاين رجالة أمنوا الجنوب أمنوا الساحل كامل في وقت الإرهاب. الإرهاب كان كاين، والإرهاب إسلامي، والإرهاب اسمه الفيس، والإرهاب اسمه الجية والمية، وماهيش قضية مخابرات. المخابرات لعبت الدور نتاعها كما أي مخابرات في العالم. ما تسمعوش الإسلاميين والخروط وهادو وما يقدروا يشرعوا حتى واحد، وواحد ما يقدر يشرع واحد في العالم حاليا عبر ضربة أوكرانيا. هذه ما بقات حتى مصداقية لا للأمم المتحدة لا المنظمات حقوق الإنسان لا للإنسانية. نو مسيو دحماني، سي جي با انفي داكسبتي لي كريتيك جاكسبت با، سي جو سوي ليبر جوسكا بريزون، جو سوي ليبر جو ليبر. انا نقول سكو جي ادير، اللي عجبو الحال يسمع، اللي ما عجبوش الحال إل كيت لو لايف سي تو. مانيش نبيع لك ومانيش تسلك فيا ومانيش نشري منك. مبارك حكاياتكم هادو، روحوا عند الجماعة الأخرى اللي تعطيوها ب 50 و 200 دولار بالباي بال. واحد ما يعطيني في حاجة الحمد لله. بون جو رافيان. دونك هنا دخلنا في مأزق، لأنه أنا ما نشوفش مع النظام الجزائري هذا لما يكون الخطر أكبر منه. الخطر حقيقة
هو أن نفقد السيطرة الأمنية على مناطق الصحراء الجزائرية، وأن ندخل في مناوشات. درك لأنه لازم نفهموا حاجة، إما تكون قوي والدول يرهبوك، ما من الدول الكبرى، لأنه عندك كما نقول حنا دي زاتو كو تو بو فير فالوار، يسموها أصحاب لاكوانش. بصح باش الساحة تبقى هكذا، سان مارش با، سان مارش با، لأنه كاين ثروات كبيرة في الجزائر في أقصى الجنوب، وعندنا عدو اللي هو الملك المغربي. مثلا نفهموا حاجة، علاش لو رويوم شريفيان إلى ريوسي؟ باسكو عنده حكم ثابت، حكم ستابل، يعني بداو الخدمة من محمد الخامس، الحسن دو، البنو دركا، الغدوة وبولد هذا. بصح حنا ما عندناش حكم ثابت، حنا عندنا ناس انتريمار، عندنا ناس انتريمار. ريان قالك فهمنا على قضية بن طلحة، قضية التسعينات، نهار تولي بلاد عادلة نحكيو على التسعينات. مي اتونسيون، لازم تفهموا حاجة، نهار جبدوا التسعينات يتحاسبوا ناس بزاف، ويخرجوا فضايح بزاف، وتشوفوا اللي كنتوا حاطينهم مظلومين مساكن، تلقاهم بلي راسها كلبة كي نيا با، اي ميريتي بير. دونك ما كان لها نحكيو على التسعينات، ماناش في المرحلة تاع التسعينات، لازم تولي دولة حقيقية. دونك هنا خليني في المواضيع اللي تهمنا حاليا و كي فريمون امبورطونت. الجزائر في خطر، جا الوقت درك، اما النظام هذا إل أسيني لا سيتواسيون بوليتيك في الجزائر، يعني يصفي الوضعية السياسية في الجزائر ويسترجع ثقة الشعب وثقة المعارضين وثقة المواجهين وثقة الناس بكل، ويخلق قطب حقيقي ويعتمد على الشعب كمصدر للسلطة، كمصدر للقوة. تو سامبلومون، إما قاعد يعرض فينا للخطر. في حالة الخطر، أنا جافيرتي هاد لو ريجيم الجيريان، داير كيحكيو علينا في الخارج ما يقولوش لا ريبوبليك الجيريان، لو ريجيم الجيريان، النظام الجزائري ماشي الجمهورية الجزائرية، النظام سوف دير، ما كان لا قانون لا والو، الجماعة اللي حاكمة. يفوسو دي لي كود، باسكو كان هادو ما تهمهمش وحدة الجزائر، حنا تهمنا.